على أجدية يعني حزب الاتحاد الشراكي مؤتمر. احنا اليوم جينا انا والشباب ديالنا، جينا تقريبا اكثر من 70% ديال الشباب اللي الحمد لله طامحين باش نكونوا ان شاء الله احنا ليش نمثلوا مدينه اسافي ما هنا القدام في هذا الحزب الاتحاد الشراكي. والحمد لله داز مؤتمر جيد، وكانوا الناس من جميع الاقاليم، وحنا مثلنا اقليم ديالنا الحمد لله بقوه. وان شاء الله احنا بغينا ديما لا نكونوا نشوفوا شباب في السياسه، ونشوفوا الافاق ديال نشوفوا العاملين كاع السياسيين يعاونوا الشباب باش يكونوا اقوى من القدام. حتى الشباب حتى حنا في واحد الوقت ديال الشباب، باش حنا الشباب هما اللي جايين ان شاء الله. وتنشكروا كاع الناس اللي كانوا في جنبنا، والحمد لله هذا العام هاد الخمس سنين الجايه ان شاء الله نشوفوا الخدمه ديال الجامع ان شاء الله، وحنا معاكم. وتنشكروا كاع الناس اسفي، وحنا جينا اليوم على قبل مدينه اسفي، وتحيه لجميع الاصدقاء وتحيه للمنبر اشواق. السلام عليكم، معكم عبد المغيث زرعون، مؤتمر في المؤتمر الوطني ديال الحزب الاتحاد الاشتراكي هنا بمراكش. كنشكروا بعدا الهيئه المنظمه اللي صارت على تنظيم هاد المؤتمر اللي واخا ظروف جائحه داز بواحد الطريقه زوينه، كان مزيان. كنشكروكم بعدا الجريده ديالكم صحيفه اشواق اللي زرتونا هنايا وكبرتوا بينا، وجيتوا تبعتوا الناس ديال الاتحاد الاشتراكي ديال اقليم اسفي. كانت تمثيليه جد جد مشرفه، وعطينا واحد ليماج زوين ديال الدراري الجداد اللي ارتقوا في الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي في اسفي والتحقوا مؤخرا. وما نكذبش عليكم، كان واحد الاحساس زوين، لان انسان كمؤتمر وهذه ما كتحسش بهذا الشيء ديال المؤتمر، وانك كتصوت على الكاتب العام ديال الحزب وعلى المنتخبين اللي غادي يكونوا في سميتو في المجلس الوطني، وهذا كيكون شرف كبير وكتحس بشويه المسؤوليه. راه هو بالنسبه لينا حنا كجداد زعما في الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي في الاقليم، كنوجهوا حتى تحيه للسكان ديال اسفي، وكنوجهوا التحيه لكاع المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد الاشتراكي في اسفي باش يرتقيوا ويجوا عندنا ونجلسوا اطابل ونعاودوا نحيوا اليسار في مدينه اسفي، ويكون عندنا ايمان قوي باش ان شاء الله الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي يكون قوي في الاقليم، واستحقاقات الجايه ان شاء الله تكون سهله، يعني سهله من ناحيه النتائج، يعني ناخذوا نتائج سهله ما نعانيوش بزاف، وما يكونش بيناتنا زعما واحد اللبس في التسيير ديال الحمله الانتخابيه. وداك الشيء العمل الانتخابي هو خاص يكونوا فيه ناس اللي جاوا من التحت ديال من اوساط الشعبيه، وجاوا من القاع ديال ولاد الشعب في صالح العباره، ويكونوا معنا ناس اخرين اللي سابقيننا، هادو هما اللي غادي اوريونطينا ان شاء الله باش الحزب والاتحاد الاشتراكي يرجع للمسار ديالو ويكون قوي ان شاء الله. وثانيا كنهني السيد الكاتب العام السيد ريس الشكر بالفوز ديالو في هذا الاستحقاق والولايه الثالثه. وكنشكر الناس اللي جاوا معنا هنايا، الدراري اعضاء ديال الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي في مدينه اسفي، كنشكرهم كاملين نساء ورجالا. والسلام عليكم ورحمه الله. منير الشرقي، مؤتمر عن اقليم اسفي. طبعا اليوم تنحضروا في واحد المحطه اساسيه في تاريخ حزبنا اللي هي المؤتمر الحادي عشر. طبعا هذه المحطه المؤتمر ليست محطه تنظيميه فقط ديال انتخاب اجهزه وانتخاب هياكل، ولكن هي ايضا لحظه فكريه، لحظه سياسيه، لحظه تنظيميه،
لتجديد قراءتنا للواقع بمختلف تحولاته وتعقيداته، ايضا لحظه لقراءه واعاده قراءه المشهد السياسي بالمغرب، لحظه ايضا لتقييم المرحله سياسيا تنقصد، ثم لحظه لرسم افق المستقبل، يعني تفكير جدي بغايه تاهيل الاداه الحزبيه من اجل ان يلعب الحزب دوره الطلائعي في المستقبل. هو ايضا لحظه تنظيميه بامتياز، لانه لحظه تنظيميه غيكون فيها انتخاب ديال اعضاء الكتابات الجهويه لاول مره طبقا للمقرر التنظيمي المصادق عليه، غيكون فيها ايضا انتخاب اعضاء المجلس الوطني، مؤتمرات ومؤتمرين بما فيهم الثلث المخصص للنساء، 10% الشباب، وايضا غيكون فيها انتخاب ديال الكاتب الاول يعني ديال الاتحاد الشرقي. طبعا على هذا المستوى عشنا معا لحظه ديال التمرين الديمقراطي. طبعا كاين بعض النتائج على صعيد الجهات اللي كانت شويه ديال التوافق، وكاين نتائج اخرى اللي كانت عن طريق التمرين الديمقراطي اللي الاخوان والاخوات المؤتمرين تيقتنعوا بمخرجاته بنتائجه. طبعا عشنا كذلك صبيحه اليوم اللحظه ديال الاقتراع على الكاتب الاول، وكان عندنا مرشحين اخ طارق سلام والاخ دري الشقر. طبعا عدد المؤتمرين والمؤتمرات الذين ادلوا باصواتهم صبيحه اليوم كانت 157 مؤتمر ومؤتمره، وكانت النتائج كالتالي: كانت اخ دري الشقر كان من نصيبه 120 صوت، الاخ طارق سلام كان حصل على 12 صوت، وكان 25 صوت ملغات. طبعا هاد النتيجه تنعتبرها بكل روح ديمقراطيه هي واحد اللحظه ديال التعبير على ميول وميولات الاخوات والاخوان بشان البروفيل ديال الكاتب العام الكاتب الاول المقبل، اللي تنظن بانه الاختيار ديال الكاتب الاول ديال دري الشقر كان بناء على اختيار موضوعي وحقيقي ديال المؤتمرات والمؤتمرين، وجميع الصحافه تبعات عمليه الاقتراع كيفاش تمات، الصناديق الشفافه، الاحصاء العلني ديال النتائج. تنظن انا كديمقراطي ما يمكن الا ان امن بانه هذه نتيجه مستحقه، وينبغي احترام الاراده الجماعيه ديال اغلبيه المؤتمرين والمؤتمرات. طبعا ينتظرون الكثير كحزب سياسي في المرحله القادمه، اللي خاص الكتابات الجهويه تلعب ادوارها على مستوى تقوية شبكة التنظيم على صعيد الجهات، وأيضا تقوية التنظيمات على صعيد الأقاليم وعلى صعيد الفروع الحزبية. ولكن أنا التقط واحد الإشارة قالها الأخ دري الشقر، وهو يعني العمل في العمل المقبل غيكون ببعدين: بعد ديال المصالحة، أي أننا ينبغي أن نحتضن ونحافظ على كل كفاءات الاتحادي والوجوه الاتحادي من الجيل الأول ومن الأجيال التي تعاقبت في التنظيم، ولكن أيضا ينبغي أن ننفتح على مختلف الكفاءات، على مختلف الفعاليات التي يعني يزخر بها المجتمع، وينبغي أن الحزب أن يفتح أبوابه لكي يتغدى من مختلف الطاقات النشيطة في المجتمع. وهذا فيه طبعا ماشي دعم غير لحزبنا، ولكن دعم للتجربة الديمقراطية في المغرب. اليوم الأحزاب السياسية هي هيئات ديال التأطير المجتمعي، هي هيئات ديال التنشئة السياسية، هي هيئات ديال التنمية السياسية كذلك، هي هيئات تؤهل النخب والكفاءات لتأهيلها باش تكون غدا في الجماعات الترابية، باش تكون في الجهات، باش تكون في البرلمان، باش غدا تكون مؤهلة في الحكومة. ولهذا الحزب ينبغي أن يتحول إلى مدرسة حقيقية لتقوية القدرات، لتأهيل الكفاءات، ولتغذية النسيج يعني المؤسساتي في بلادنا بالكفاءات التي تستحق أن تكون في المكان المناسب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.